يا رب تشيك بوينت يا رب. وين انا؟ تشيك بوينت. لا تعبت تعبتوني، تعبت بدنيا، تعبت فنيا، تعبت نفسيا، تعبت جسديا، قلبي تعب وعقلي تعب. اي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد هزاتين، رجعت لكم فيديو جديد. بس قبل ما نبلش في الفيديو حاب أشكركم على الدعم الرهيب اللي كان خلال اليومين الماضيين. شكرا لكل واحد شجعني بكومنت بلايك باشتراك، مشكورين جميعا. وبالنسبة لفيديو اليوم راح نلعب سوبر ماريو ميكر. قررت بهذا الفيديو إني ألعب مراحلكم اللي كتبتوا لي إياها. دخلت أول مرحلة وطلعت مرحلة ترول، وأخذت كل وقت الفيديو، يعني الفيديو هذا بس مرحلة ترول راح يكون. قعدت تقريبا اصور فيها ساعتين احاول اصور، ومرحلة صعبة كثير كانت. بدون ما اطول اكثر، اذا عندكم مراحل حابين اني اجربها في ماريو ميكر اكتبوا لي اياها تحت في التعليقات. وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا بالفيديو. اوكي، اول مرحلة معانا من صديقنا امين عيسى، بقول لك هو ما كتبش عن المرحلة بس بقول لك ممكن تجرب مرحلتي، وشكلها مرحلة ترول. والله يستر لاني نوب. يا جماعة الورد ريكورد، الورد ريكورد أول مرة أشوف هذا الرقم. أمين هانيمون تريب ترول فيرجن 10. الله يستر. أوكي ما بوصل صح؟ أوكي أتوقع لازم أنزل من تحت الفورم قبل ما ينزل، لأن مع عليها مظلية. هيك اسحبها. اوكي تمام. ايش في هون؟ ها كيف طلعت انا؟ اوكي ماشي. الله يستر من مراحل ترول، هذه لسه البداية يا شباب. اوكي تمام. اوكي شلون؟ اح اوكي هاي كيف وات ايش في يا جماعة؟ يا رب ما يكون فيها ترك ترك هيك لازم تكون نسويه. انا بعرفش في تركات ماريو، لساتني جديد. اتوقع هيك راح توقفني، هاي راح اخسر مشروع بس راح توقفني. اوكي دقيق دقيق. اوكي صح 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 اتوقع صح. نايس يا جماعة هذه لسه بداية المرحلة. الله يستر. اوكي يا الكلب يا الكلب. دقيقة دقيقة، لا أنا شفت الشوك لما نطيت. أوكي خلاص عرفت كيف تنحل. تمام. لا لا ضيعت هاي، مو بقدر بس فجرت الباب عادي، مش عادي شكله. يا طيب على اليسار. تمام. أوكي نسيتها. أوكي تمام. هون هذا راح يروح يفعل ال راح يروح يضرب الباب، راح يموت صح؟ لا ادخل ادخل الباب. كبسة فوق صدق. دقيقة ايش في؟ ايش في ازعاج؟ بروح على الثوام. اتوقع الثوام لما اوصل راح يطير، يعني راح ينقتل من اشي. بس برضه وين بدي اروح؟ على النجمة يعني؟ اوكي مش راح ينقتل من اشي. على فكرة لو وقفت اتوقع يضرب هذول يموت. هون بنزل اشي صح؟ ما اخذتش مشروم. لازم مشروم بقول لك. ما اتوقعش لازم. ما اقدر انط من فوقه. ما اقدر اشوف من فوق. شوف شو بنسوي.
بعد هون ايوه بس هات المشروم خش الباب. هيا كلب يا الكلب كيف وقعت تحت انا؟ طيب حسون تحت راح يسكر علي. طيب ما في طريقة، ما في طريقة، وين نروح؟ ماشي خلونا نلعب مرحلة رول بالبداية. نايس متنا يا جماعة. أتوقع أني لازم أول ما أطلع من الباب أروح يسار، أنزل أروح يسار. شايفين زي هيك؟ لا ما مزبطش تمام. أو هيك انحشرت والله عارف. قلنا هاي هيك تيجي هنا تمام. خد النجمة وروح. تيجي هيك. وين طريق؟ وين طريق؟ حشرة، حشرة النهائية. اوكي هات المشروم. الله روح تمام. اوكي انزل هنا. عاد شايفين صوت الضرب والضجيج؟ لا لا تنزلش تحت، تنزلش تحت. لا هاي امشي شوي شوي نط عادي. خد النجمة وانزل. الله تقهر المرحلة، تقهر. طيب عاد عاد اوكي تمام مش مشكلة. انزل نط هون وقف تمام. قديش معي وقت؟ لا يا الكلب يا الكلب. Here we back again. تمام. لا لا الله انا عارف انت بتقول شو شو الاحمر هذا. معلش انا هيك قلت برضه، يعني ما قلتها قبل شوي هسه قلتوها انا متاكد. شكرا. اوكي بالهداوه بتنط هون. خلي دمجك ما نط نط. خذ الهاي وانزل. وقف هون ها تمام. انزل انزل. والناس بتروح على الشمال. ها اوكي وين نروح وين نروح وين نروح؟ كمان ما في طريق. اوكي من الوايبات تطلع هاي برضو. اتوقع لازم انط عنها. اوكي يا جماعة هاي المرة زبط إن شاء الله. ثواني وقف. تمام تمام انت مية مية. عايش ما فيش شي نروحه. ايش وين انا وقفت والله؟ كنت اروح على الشمال اشوف اذا في مخرج بس فيش شي. يلا شو نفسي بشيك بوينت بس. المفروض بعد هاي الرن الستار رن هاي تحط شيك بوينت. سلكت يا اخوان. اوكي طيب شايفين. اوكي لا انزلي. ليش اهوش اللي انا تسيبها يعني؟ طيب اخوان اوكي عرفت
قبل ما تيجي هاي هون لازم اطلع لها. اوكي، وصلت الفكرة. تمام، نط. اوكي، روح يمين. اطلع 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 بسرعة بسرعة، روح اطلع. ما طلعت، انا ايش بستنى انا؟ ايش بستنى انا؟ يا الله، تأخرت على فكرة. اوكي اوكي ليتس جو. اوكي دقيقة، ايش اخذ البايب صح؟ يا رب تشيك بوينت، يا رب. وين انا؟ تشيك بوينت. لا، تعبتوني، تعبت بدنيا، تعبت فنيا، تعبت نفسيا، تعبت ذهنيا، قلبي تعب وعقلي تعب. اي اي اي، حاط لي باب، اتوقع الباب هذا بيروح على الشمال عند النجوم، بس هذا سيف دوك او اني بقدر اطلع من فوق. كيف داخل الشيك بوينت؟ اتوقع ادخل الباب وانزل على الشيك بوينت صح؟ يا رب ما يكون في سوفت لوك. وات فش. اوكي نايس نايس، انا عيد كل هذا يا زلمة، حرام عليك. انت ما عندكش اخوات صغيرين؟ اوكي، اول ما تدخل ضلك كبس شمال. ماي شمال 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 شمال، والله كبس شمال، لا كبس شمال. اسكو، يا الله هسه هيك العب زي ما بدك. اوكي انزل، خليك ده وات. عادي 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 عادي، مش مشكلة عادي، انا مبسوط. اوكي طيب، هات هاي. طيب تكبس الشي كمان مرة. اوكي هسه اكبس من الفاين. طيب مش مكان غير ال غير تحت عند ال ون اب. اوكي من هون في. كيف بدك تكسرها هاي؟ تنكسر بالشل. ثانك يو يا دنيا. اوكي تمام، هاي ايش هاي؟ مرحلة شغل استكشاف. تقعد ساعة بكل منطقة عشان تستكشفها وتعرف شو بدك تسوي. ارجع انتي، بس كيف راح تموتني صح؟ لا مش راح تموتني. هاي بعرفش كيف اسوي. ايوه هيك اوكي، بس لو بضغط البي سويتش بقدر اطلع من الشمال من فوق، او بقدر انزل اخذ لينك. اتوقع المفروض انزل اخذ لينك واطلع اكمل لفوق صح؟ ان شاء الله. وات ذا، خلنا ناخذها. اوكي تمام، قول لي غلط، انا مش مصدقك. لا وين راح؟ ليش خبطت انا؟ لا المفروض معي لينك، المفروض معي لينك. اوكي يعني صح، شكرا. المفروض مش المفروض معي الثاني هذا، ماريو 3. ماريو 3 هذا معرفش. طيب تمام، يلا حشرة يلا حشرة.
لما قال لي مرحلة المتواضع قلت هذا شكله جديد على اللعبة، مرحلة عادية راح تكون، ما خطر لي أبدا تكون ترول. لو بعرف ترول ما لعبت. اوكي نوت، اوكي طيب. المفروض اتدمج منه صح؟ طب الحال بقدر احمله، انا نسيت، نسيت اني بقدر احمله والله. تمام تعال عليه. طيب مش مشكلة. هسه ايش؟ اوكي ليش اخو؟ اوه هالنوع جبت العيد صح؟ تكفى. اوكي نايس. ما عرفت شو اسوي بصراحة، مش شايف. يا رب يا فوز يا نهائي يا تشيك بوينت ثاني. تمام يا رب. دقيقة 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 يا حبيبي، ايش فيه؟ في نزلة هون هيك، يمين حشرة يمين حشرة، فيش فيها مجال. شمال بنزل، بستنى لما ينزل هذا. توقعت والله توقعت ينزل الاشي. خلي هذول ينزلوا، خلي انت على هون انزل. كل مرة اشي جديد، عن كل خطوة بدي اموت. Approximately 10 hours later. تكفى تكفى كثير حولت. طيب ما طلع الصاروخ ليش؟ ايه والصاروخ وين؟ اوكي طلع الصاروخ. اوكي دقيقة، فيش كسر على الشمال، مش عارف شو هو. تكفى تكفى، مش عارف وين اوقف. طيب نجرب بدون ما شغله. نايس ثانك يا دنيا. تمام طيب شوف شغله، بس اذا بطلع من هون من على اليمين اللي عند الباب هاي مش مفيش فيه مخرج. طيب ترى انا كبست على اليمين على الكل. طب دقيقة 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 بدي اشوف ايش صار. طيب قلنا هاي اوكي بوصل. تكفش بوينت. دقيقة دقيقة وين انا؟ لا بموتني هذا. ياهو مرحلة طويلة هون بالنص. ايوه تمام. ضلك ملك شمال صح؟ اوكي يا رب. كنت طلعت غلط هون انا. اوكي هي تكسر. لا 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 ايش ابن العيد حسه. تكفى تكفى يا رب ما ينزل، يا رب ما ينزل. كيف بدي اجيبها هون؟ لا 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 تطلعش فوق، لا تطلع لفوق. تكفى تكفى بوس. تكفى 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 تكفى. اي هون كيف بدي اسويها هاي؟ مش عارف يا اخوان.
آخر محاولة ثابت والله. اوكي ليتس جو. خليها كمان مرة تيجي تروح. دقيقة. اوكي رجعت الحماس. اوكي نايس. هاي فوق حس. حس انه هاي بين الون واي التنتين هذول في فخ. انه اجي اخذ مشروم يطلع لي بلوك. يطلع لي هيدن بلوك. يا رب يا رب مش بلوك. في بلوك. طب من وين طريق؟ تحت انا جيت. فيش طريق ما في. المشكلة بتعرف شو؟ اسم المرحلة شورت اند سويت.